إلى ذلك عبر عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني عن رفضهم التام للممارسات القطرية ضد بحارة البحرين، وطالبوا السلطات القطرية بوقف هذه الاستفزازات والإفراج عن المعتقلين. تأخذ البوانيش إلى الموانئ القطرية إن كان في الشمال أو في الدوحة، فأول ما تصل القوارب مصادرة الأسماك، التحفظ على القوارب والسفن، سجن البحارة، ثم بعد مدة طويلة تنازل شهر ما بين التحقيقات والاستدلالات إلى أن يحال إلى المحاكمة التي لا تقل عن شهر أو أكثر، وهناك جلسة وبعد أسبوعين جلسة وبعد أسبوعين جلسة لين يحكم القاضي، فبالتحفظ على القارب والسجن والقرامة، وبعد انتهاء فترة الحكم بعد يوضع المتهم في سجن الإبعاد وبعد يأخذ له أكثر من شهر. أوضاعهم كانت مأساوية، معايير حقوق الإنسان صفر، تكدس المسجونين والمحكومين بالعشرات في مناطق ضيقة لا لها أي شروط صحية، لم يوفر له المحامي، لم يوفر له العلاج اللازم. قابلت أنا شخصياً المدعي العام القطري، قابلت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صبيخ المري الذي يتحرك في جنيف وفي العالم ويتكلم باسم حقوق الإنسان، في حين حقوق الضحية عادل الطويل لم يحترمها. يعرب المشاركون في الندوة عن أملهم في أن تنعكس الأجواء الإيجابية التي سادت قمة مجلس التعاون الأخيرة على أوضاعهم، بما يسمح لهم بممارسة مهنتهم دون التعرض للإجراءات الاستفزازية من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ومنها احتجاز زوارق البحارة وتوقيفهم والزج بهم في السجون القطرية والتعامل معهم بشكل مهين، الأمر الذي تسبب في إلحاق الأذى بالبحارة وقطع مصدر رزقهم، مشددين على أن الممارسات القطرية بحق بحارة البحرين يجب أن تتوقف بشكل فوري. ونطالب في هذه الندوة بالإفراج عن حيث كأنهم يعاني من أمراض مزمنة، ضيق في التنفس ومرض السكري، ويبلغ من العمر 49 سنة.